طالب رئيس بلدية النصيرات محمد الصالحي المنظمات الإنسانية بتوفير الوقود للمساعدة في تشغيل الآليات وإزالة الركام وانتشال الجثامين الشهداء وإعادة تقديم الخدمات للمواطنين. منذ انتهاء العملية العسكرية التي شنها الاحتلال الصهيوني على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات والذي استمرت لمدة 7 أيام، حيث شملت هذه المناطق منطقة المخيم الجديد ومنطقة أبو الحصين ومنطقة أرض أبو شمالة وكذلك المناطق المحاذية لمحطة توليد شركة الكهرباء، حيث راح ضحية هذا العدوان ما يزيد عن 500 شهيد وجريح ومفقود، بالإضافة إلى تدمير وقصف ما يزيد عن 1300 وحدة سكنية، وكذلك تم تدمير البنية التحتية وتشمل خطوط المياه الرئيسية وخطوط الصرف الصحي، حيث باشرت طواقم البلدية منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على المناطق الشمالية للمخيم النصيرات باشرت الطواقم الميدانية بإزالة الركام وفتح الشوارع، وكذلك تم البدء بصيانة خطوط المياه وخطوط الصرف الصحي. وختاما نطالب منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي بتوفير السولار اللازم لإعادة تقديم الخدمات في المناطق التي تم تدميرها وكذلك إزالة الركام، كما ونطالب بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء.